اهلا بحضراتكم مره تانية، منورني الحقيقه. نجم كبير جدا سواء كلاعب او كمدير فني او حتى كشخص، الحقيقه هو شخص جميل جدا، الكابتن احمد عبد المنعم كشري، نجم الاهلي ومصر السابق. اهلا بيك كابتن كشري، حبيبي هاني منور حبيبي، ده الدنيا انت اللي كلها. جميل، ربنا يخليك. انا اخبارك سعيد ايه؟ ان انا معاك النهارده ده انا اللي اسعد والله، حبيبي، منور ربنا الدنيا يخليك. كلها. تسلم لي هاني، تسلم وحشتنا طلتك في الملاعب. يا رب يخليك. ان شاء الله خير، ان شاء الله ان شاء الله. يا رب. يعني انا افتكر الموسم اللي للاسف الانتاج انتهى فيه هابطا، اللي هو الموسم اللي فات، النتائج مش النتائج، المستوى بتاع الانتاج الحربي كان حلو جدا، ويمكن انت في الاخر الناس بتاخدها من الفريق هبط في وجود المدرب كذا، لكن هو الواقع ان المدرب كذا حسن نتائج الانتاج الحربي، والحقيقه كان فريق كويس جدا في عهدك الانتاج الحربي يا كابتن كشري. يا رب يخليك يا هاني. والله لو انت تابعت او الناس كلها كانت تابعت، احنا في اخر يعني الدور الثاني، يمكن انا مسكت الانتاج الحربي في بدايه الدور الثاني. كان نادي الانتاج الحربي كان عنده 9 نقط. وطبعا كان قبلي مدربين كبار جدا، الكابتن حماده الصيدي والكابتن مختار طبعا. احنا كان عندنا 9 نقط، والدور الثاني انت عارف بيبقى اصعب بكتير من الدور الاولاني. فكل مصر يعني ناس كتير حذروني ان انا اروح بصراحه، وقالوا دي فرقه يعني هبطه هبطه والكلام ده، بس انا من المدربين اللي عندي اصرار قوي يعني، وبقاتل على الفرصه، وكان عندي يعني امل كبير ان احنا نقعد. ولما اشتغلت مع الفرقه يعني بعد كم ماتش، الفرقه دخلت في جو الاندماج والاسلوب، الحمد لله يعني الاسلوب اللي كنا شغالين بيه، لعبة بدات تندمج. اخر 10 ماتشات يعني احنا ما خسرناش الا من النادي الاهلي، وكسبنا فرق كبيره جدا. وجبت كانت مع مباراه كويسه قوي قدام الاهلي دي، افتكر لحد الدقيقه 87 متعادلين كنت كسبان 1-1. النادي الاهلي، لا كسبان الاهلي بالظبط، 2-1، كسبان وكسبنا فرق كبيره طبعا، يعني فرق محترمه. النادي المصري بورسعيد كنت خسران 2-0، المصري برج في العرب. اسكندريه، برج، لا كنا بنلعب في اسكندريه. اسكندريه، كنا خسرانين 2-0، كسبنا 3-2. وبعديها كسبت المقصه وبيراميدز اتعادل معايا في اخر دقيقه، وبعديها كسبنا المحله في المحله 3-1. كل المباريات اللي لعبناها هاني كلها كانوا يجوا المحللين، انا يمكن كنت بتابع بعد ما بخلص الماتش، يعني يمكن منهم كابتن ايمن يونس والكابتن طه اسماعيل طبعا كابتننا الكبير، وكل المحللين يقول لك احنا مش مصدقين الفرقه دي ممكن تنزل من الاداء. كان اعلى استحواذ في معظم المباريات لينا، لكن الفرصه بتاعتهم او معنى صح انا جيت متاخر شويه. يعني وده قالها لي بصراحه رئيس النادي، ويعني لو كنا جينا بدري شويه كجهاز احنا يمكن نزلنا على نقطه. مظبوط. وكنا اخر مباراه اللي نزلنا فيها باللعب الاتحاد السكندري كسبانين الاتحاد السكندري لحد الدقيقه 88. قبل التعادل قبل التعادل اللي جابوه في اخر الماتش. ويعني ما كناش يعني مش عايز اقول ما نستحقش نتعادل، لكن في مباراه كنا احنا الافضل فيها، مباراه الاهلي ما كناش ممكن نخسر يعني في المباراه دي، بيراميدز ما يتعادلش معانا في اخر دقيقه. فاي مباراه من دول كانت يعني كانت قعدتنا. فطبعا بس الناس قدرت تماما المجهود اللي عملته، بدليل وان كانت ان هي ترشيح غير مكتمل، تقريبا كل نادي بيرحل جهازه الفني بيبقى على راس المرشحين لتولي القياده والكابتن كشري. يعني انا عرفتها في المصري البورسعيدي قبل كده قبل الكابتن معين الشعباني، واتقالت حتى في الاتحاد السكندري حاليا، اتقالت على ايسترن كومباني لما كان محتمل ان الكابتن علاء عبد العالي يمشي. لكن ليه ما فيش حاجه اكتملت لغايه دلوقتي في الفتره اللي فاتت؟ والله دي حاجة يعني أنا يعني بتاعت ربنا رقم واحد، أنا معرفش إيه يعني الأمور ما بتكتملش ليه، لكن إن شاء الله هتيجي. كل نادي بيدور من وجهة نظره طبعا وشايف الأصلح ليه. أنا يمكن بس يعني نفسي أخد فرصة في إمكانية نادي يكون عنده لعيبة وإمكانيات كويسة، ويمكن أنا ما خدتهاش لحد النهاردة. هقول لك حاجة، يعني أنا مسكت أسوان في الدور الثاني، أيوه، ما جبتش لعيبة، ويمكن مصر كلها شافت اسوان في الدور الثاني عملت انجاز ما عملتهوش قبل كده او ما اتحققش الفريق قبل كده. المكاسب اللي كسبناها منها مكسب نادي الزمالك طبعا، نادي كبير طبعا، كسبنا الزمالك اول مره في تاريخ نادي اسوان، اول مره يكسب الانتاج الحربي في ملعبه 2-0، اول مره معدل التهديفي عالي جدا لاسوان ما حصلش في تاريخها، والاهداف اللي دخلت فينا كانت قليله جدا مقارنه بالدور الاول، وده كان من الدور الثاني بس. جمعت مع اسوان الدور الثاني تقريبا 20 نقطه. نفس الحكايه لما مسكت النصر التعدين
فريق كان هابط من الدور الاول ما كانش عنده نقط تقريبا، كان عنده 9 نقط. كان اموره زي الانتاج الحربي. جمعت معاه برضو حوالي 20 نقطه في الدور الثاني. الانتاج الحربي. تقصد من كلامك انك مش هتكرر مره ثانيه تجربه انك تمسك فريق بيترنح او فريق اقرب للهبوط منه من البقاء؟ لا انا اقصد اقول لك ان في 3 مرات مسكت فيها فرق كان في الدور الثاني. مظبوط. وساعات ماتشات مرت من الدور الثاني زي زي التعدين وزي الاخر تجربه للانتاج الحربي. انا مجمع اهاني في الثلاث مرات في الدور الثاني بس فقط، يعني انا لعبت 3 مرات مسكت في الدوري المصري. ما يقرب من 20 نقطه يمكن. يعني عامل حوالي في حدود 60 نقطه. في الثلاث تجارب. 60 نقطه. قول لي 60 نقطه لو انت عندك يعني انا السنه اللي فاتت مع الانتاج الحربي عامل مثلا 19 او 20 نقطة. لو انت عندك زيهم الدور الاول انا كنت بقيت في المربع الذهبي. مظبوط. ونفس الحكاية مع التعدين، لما مسكت التعدين مسكتهم بعد 4 ماتشات من الدور الثاني جبت جمعت بيهم حوالي 19 او 20 نقطة. ف يعني عايز اقول ما جاتليش الفرصة مع نادي بتاعت انك تبقى مستقر ومركز طبعا. بانك معاك ادواتك وبتطلع بيها نتائج. لا ونادي مش مضغوط يا هاني. الاندية اللي كنت ماسكها مش مضغوطة بس دي بتجري ورا يعني حلم صعب. لكن ما جاليش نادي مثلا مستقر، ما جاليش نادي عنده امكانيات بشريه من اللعيبه زي الانديه اللي موجوده في الدوري الممتاز. ربنا يوفقك باذن الله. وانت تستاهل كل خير لانك مدير فني فعلا ذكي وبتذاكر منافسيك، ودي نقطه من النقاط المهمه جدا اللي بتنجح اي مدير فني. عايز بقى اروح معاك للمنتخب كابتن كشري. ايه رايك في قائمه المنتخب النهارده؟ هقول لك يعني كلمة المنتخب، بس قبل ما اروح المنتخب يمكن برضه انا كان ليا تجربة مع منتخب جيبوتي. انا كنت اصغر مدرب تقريبا على مستوى العالم في الفترة دي ماسك منتخب، كان عندي حوالي 35 سنة وكم شهر يعني. وقعدت 3 سنين معاهم، وكان في الوقت ده انا نجحت معاهم كويس قوي يعني كسبت فرق كبيرة منهم. يعني كان طلعت السودان من بطولة اسمها السكافة، وكان بيلعب قدامي هيرفي رينارد مدرب طبعا زامبيا والسعودية حاليا والمغرب. وجالي منتخبات على النتائج اللي كنت اعملها، منتخب اثيوبيا ومنتخب كينيا. بس انا كنت في الفتره دي ما عنديش الخبرات الكبيره ان انا اختار. حبيت ان انا ارجع مصر، يمكن دي اثرت شويه لان رجعت في الفتره اللي هي ايام الثوره فاثرت معايا شويه. لكن ان شاء الله هتيجي كل التجارب اللي انا يعني خطاها استفدت منها كتير قوي. وبالنسبه طبعا لمنتخب مصر يعني انا شفت القائمه بتاعه المنتخب. خليني اقول لك ان الراجل عنده قناعات معينه مش هيغيرها. هو ليه اسلوب معين، هو شايف ان هو مقتنع بلعيبه ولعيبه لا. يعني عدم ان هو ياخد معاه محمد شريف او مثلا احمد عبد القادر. انا اقول محمد شريف لانه واضح ان هو ما فيش قناعات كبيره بيه. عنده نوعيه لعيبه معينه. مصطفى محمد، وشايف ان مروان حمدي من وجهه نظره ان دول اصلح ليه. خلاص احنا مش هنقول ان الراجل يعني اخطأ، اكيد هو عايز ينجح وعايز يوصل لكاس العالم. احنا بنقول وجهة نظرنا احنا. أيوة مفهوم. من خلال ان احنا خبراتنا في الدوري كمدربين او لعيبة في الدوري. لكن انا وجهة نظري كان ممكن ان هو يستعين باحمد عبد القادر، لان النوعية دي محتاجينها في الماتشات دي. نوعية اللعيب اللي عنده مهارة وسرعة بالكورة وعنده يعرف يجيب جول. طيب بس هل انت كمدير فني ممكن تغامر بانك تلاعب واحد لأول مرة في مشواره الكروي يلعب دولي في ماتشين فاصلين للتأهل للمونديال؟ يعني هل دي ممكن تبقى مغامرة صعبة شوية؟ طب يعني هو مفيش خلاف على إمكانيات أحمد عبد القادر والمستوى اللي بيقدمه فعلا. طب هو بس غامر دلوقتي. هو غامر يا هاني، ما هو لاعب لعيبة. عمر كمان لعب واحد من اللي لعبه، بس ده في بطولة مجمعة في مش من ضمن أولوياته بحسب ما كان بيتكلم. لعب أولويات إمام عاشور، لاعب إمام عاشور هو ما عندوش خبرات مع المنتخب يعني. ولعب باك رايت، لعب أيمن أشرف في مكان مش مكانه في ماتشات مهمة وكبيرة. هو الراجل ملعب. هو الراجل جريء. يعني الراجل جريء عنده جراءه، او بمعنى صح ان هو مقتنع دي يعمل حاجه زي دي. طبعا طبعا. وبعدين انت بتتكلم على لعيب بيلعب في النادي الاهلي، مع احترامي اللي بيلعب في الاهلي والزمالك. عنده من الخبرات الافريقيه اللي تخليه يلعب مع فريق. وعبد القادر شخصيه كمان بالمناسبه، شخصيه يعني. بص انا بتكلم في حاجه بعيد عن ان انا راجل انتمي للنادي الاهلي. لا عبد القادر عنده حلول. انت النهارده بتلاعب يعني وجهه نظر الشخصيه، هو الراجل صح في كل حاجه لحد ما ربنا يكرمه ان شاء الله ويوصلنا كاس العالم يا رب.
انت بتلاعب مرموش، عمر مرموش بتلعبه في الحته الاماميه وبتدي له مساحه ان هو يشتغل مهاري كتير قوي لوحده وبيفقد كتير صح الكوره. لا طب ما برضه احمد عبد القادر عنده دي، بل بالعكس هو احمد عبد القادر جريء اكتر او نجح فيها في اكتر من مباراه اخيره، المباراه الاخيره عنده مهاره وبيعرف يجيب جون، وكان قبل كده مع سموحه برضه عملها وكان بيجيب جوان كتيره بمهارته. فاذا انت واخد مرموش نسبة تهديفه مع المنتخب هدف واحد من كل المباريات اللي لعبها، فبالتالي انت محتاج لعيب يبقى بديل نوعية مرموش. بس يعني عشان بديل، بس مرموش ما يبقاش اتظلم، ما هو مش من كتر اهداف المنتخب اللي سجلناها مرموش سجل واحد، فده رقم قليل يعني. لا احنا اصلا ما كناش بنسجل كتير. لا انا بقول ان انت عندك مرموش ومقتنع بمرموش، هو لعيب كويس جدا طبعا. النوعية اللي زيه مين؟ انت النهارده ما فيش رمضان صبحي مش موجود، كان موجود مع تريزيجيه، فرمضان مش موجود. وجهه نظري انا عن نفسي، انا لو تكلمني لا كان لازم يبقى عندي واحد حل زي ده، عنده حلول فرديه، لان انت مش هتتغلب على الفرقه دي الا بحلول يعني التفاصيل الصغيره، حلول فرديه في ال 18 اللي هي بتاعت محمد صلاح، اللي هي ممكن واحد ضد واحد مرموش لو عدى، واحد زي مثلا قفشه لو بيلعبوا ايدن، الحلول الفرديه هي اللي هتفرق معاك في مباراة السنغال، لأن دي فرقة تقيلة، فرقة عندها خبرات، بتلعب في أكبر فرق العالم. صح. فبالتالي أنت لازم يبقى عندك، وبالذات في مباراة مصر وأنت داخل مباراتين فقط لا غير، فأنت بتختار للمباراتين دي. مش معنى كده خلاص هي اختياراته وأنا وإحنا كلنا في ظهره وربنا يوفقه، وهو في الأول والآخر هو اللي يعني هيتحاسب على الكلام ده. وأكيد عايز ينجح، ومش هدفه ان هو يبعد حد لهدف. فنتمنى يكون ان شاء الله الاختيارات اللي خدها اختيارات تكون موفقه. عندي هنا كومنت صغير، انت خدت عمر جابر كباك رايت. عمر جابر انت عندك مباراتين بس، مش هتخش بطوله، فبتلعب بعمر كمال عبد الواحد، ولما عمر كمال ما كانش موجود لعبت امام عاشور. تمام. فاذا انت بتفكر في امام عاشور انه ممكن يلعبها وعملها كويس. فانا النهارده خدت عمر جابر في المكان ده. طب امام عاشور دوره ايه؟ وفي خمسه سته في نص الملعب. امام عاشور اساسا كان واخده عشان نص ملعب عادي. حلو. فظروف امم افريقيا باصابه اكرم توفيق ثم ايقاف عمر كمال عبد الواحد خلته يدور في المتاح مين ممكن يوظفه ظهير ايمن. هو مش واخده ظهير ايمن، هو واخده لعيب خط وسط عادي، ولو احتاجه ظهير ايمن هيلعبه ظهير ايمن. ايوه، ما انت عندك، انت هتلعب مباراتين يعني. عندي واحد اساسي اللي هو عمر كمال عبد الواحد، والتاني والبديل احنا لما بنيجي نحط السكور بتاعنا في يعني الاحتياطي، مش بالضروره انا احط كل لعيب مكان لعيب، ما لو احط كل لعيب بره زي اللعيب اللي في الملعب يبقى احط 11، مش هينفع. ففي لعيب بيقوم بالاثنين، يقدر يلعب الاثنين. فامام عاشور يقدر يغطي. انا قصدي ان كان استفاد بنوعيه اللعيبه اللي تقدر تترجم له، لان احنا عايزين نكسب هاني في المباراه الاولى. انا عايز اكسب عشان اعدي السنغال، لازم اكسبه على الاقل في القاهره. صح. فانا دي وجهه نظري، ان انا لازم يبقى في عندي قوام الامامي في لعيبه تعرف تجيب جول. كان ممكن يبقى موجود، لان انت النهارده مثلا امام عاشور موجود، انت عندك السوليه وعندك حمدي فتحي وعندك النني وعندك دونجا. أيوه. البديل بتاعهم. طب امام عاشور الخامس، فانا النهارده لما اجي هقعد هلاعب الثلاثه، طبيعي ان انا اقعد معايا دفندر بره، وممكن اقعد معايا لعيب بيلعب 10 اللي هو مين؟ قفشه. قفشه، فاهمني؟ مش هقدر اقعد كل اللعيبه اللي بره معايا اتنين دفندر. انت فاهم قصدي؟ انا يعني الراجل انا مقتنع بكل حاجه بيعملها طول ما هو هينجح. ايوه يعني ده المدرب. هو في الاخر يجي وجهه نظر فنيه بنقولها، وهو مش هيعاند نفسه يعني، هو مش هيعاند نفسه يعني. بس احنا بنقول وجهه نظرنا. انا بتكلم على وجهه نظري الشخصيه. صح. ان كان ممكن يستفاد بلعيبه في الخط الامامي مهاريين عشان ننجز في المهمه الاولى. طيب، على مستوى الانديه المصريه، الاهلي وصل للنقطه السابعه قبل جوله اخيره من دوري المجموعات، وده بيقربه بشكل كبير من التاهل برفقه سان داونز. اما الزمالك فبعد خمس مواجهات من اصل سته لم يحقق ولا انتصار، ثلاث نقاط من ثلاث تعادلات وخسارتين. فما هو الموقف وراي الكابتن كشري بعد الفاصل في الماتش؟ خليكم معنا. ان شاء الله نكونوا جاهزين، لانه مش نلعبوا الفريق محترم، فريق عنده تاريخه في افريقيا، في الشامبيونز ليج، في الكاف. الفريق هذا في وضعية صعبة، عنده ثلاثة نقاط،
لو كان نحط نفسنا في مكان الفريق هذا، الفريق هذا بكرة عنده حتمية الانتصار، مش حافظ على حظوظه. وفريق جاي قبل 3 أيام بمعنى بفريقه الكامل بالإدارة الكل، فهم بالنسبة لهم هذا ماتش حياة أو موت، وكذلك بالنسبة لنا احنا ماتش مهم جدا، لأنه آخر ماتش عنا في لوبومباتشي مع مازيمبي مش باش يكون ماتش سهل. نتيجة المباراة بكرة إن شاء الله فيها مربوطة نوعا ما بنتيجة المباراة الثانية. كنت نتمنى لو كانوا يكونوا الاثنين في نفس التوقيت، لأنه الحسابات ممكن تغلب، ولا أنا كمدرب كنت نتمنى نلعب الماتش الثاني، لأنه في فرق تلعب على الفوز ولا تلعب على التعادل وندخله في الحسابات. ولكن بالنسبة لي أنا فريقي جاهز إن شاء الله، اللاعبين في أتم الاستعداد مركزين. المواجهة غدا ستكون قوية للغاية، فالمصري فريق كبير وقوي ويحتل صدارة المجموعة ويسعى لمواصلة انتصاراته، ولذلك سنلعب غدا مباراة قوية وسنسعى لتحقيق 3 نقاط بتصحيح المسار. اهلا بحضراتكم مره تانية. بكره المصري البورسعيدي مع القطن الكاميروني، مباراه باذن الله من خلالها يتاهل في برج العرب الى الدور المقبل في الكونفدراليه ليلحق ببيراميدز اللي بكره عنده مواجهه، لكن مش من اجل التاهل بل من اجل تثبيت الصداره وضمان التاهل كمتصدر، لانه بالفعل قد تاهل من الجوله الماضيه. فبالتوفيق لممثلينا المصريين. اما على مستوى دوري الابطال فمشوار الاهلي تحسن بانتصار حتى وان كان جاء بعد قلق وارتباك على المريخ، والزمالك تعادل النهارده تعادل يزيد من الاحباط، لكن هو اساسا لم يعد من الفارق ما بين الفوز او الخساره او التعادل بعد توديع الزمالك رسميا. كابتن كشري لسه منورنا، اهلا بيك كابتن كشري. حبيبي الاهلي امبارح كسب المريخ برضه من جديد، بيتقدم وبيتعادل لكن بيلحق الموقف وبيكسب بهدفين احمد عبد القادر ومحمد شريف. شفت ازاي المباراه امبارح؟ والله بص يا هاني، الاهلي مش في المستوى بتاعه، المستوى الجيد بتاعه والاداء بتاعه مش الاداء بتاع النادي الاهلي، لكن في المرحله دي الفوز اهم. يعني الاهلي بيحقق الفوز او بيحقق الهدف بتاعه، وان كان النادي الاهلي المفروض بوجهه نظري يتصدر المجموعه، لكن طبعا اتصدم في المباراه الاولى بتاعه صن داونز اللي اثرت على معنويات اللعيبه، والمباراه الثانيه كان واضح ان النادي الاهلي كان فيه يعني كان باين اللعيبه مجاده جدا ما دخلتش في جو المباراه. فبالتالي يعني مباراتين خسرتهم من صن داونز وعندك فرص كبيره النهارده. النادي الاهلي يعني فرصته كبيره جدا انه يصعد، خاصه معاه بعد مكسبه للمريخ وخساره الهلال السوداني النهارده من صن داونز. فبالتالي انا شايف الاهلي، لا الاهلي الاقرب، والاهلي ممكن المرحله اللي بعدها ان شاء الله اللعيبه هتكون في حالات افضل او مستوى افضل. وبرضه لازم اقول لك حاجه للامانه، يعني لعيبه الاهلي برضه انا شايفها مجاده، دي حقيقه. المباريات ورا بعض، يعني المباريات دي صعبه، بيروح افريقيا وبيلعب وبيرجع يلعب دوري وبعديها بثلاث ايام يلعب ماتش. بس دائما ما بيقولها الكابتن محمود الخطيب شخصيا في اجتماعاته معاهم، ان انت بتلعب في الاهلي فده قدرك، انك بتخرج من ماتش كبير قوي بتدخل على ماتش كبير قوي في بطوله تانية تماما، ففي الاخر انت ده اللي انت بتشتغل عليه من قبل الموسم بقى، ما احنا ان قائمه تعرف تسندك طول الموسم ومدرب يعرف يتعامل مع القائمه دي. ما احنا ما نطلبش بقى غير ان احنا نكسب، يعني احنا نوصل للهدف. احيانا بيجي على حساب الاداء، لكن في الاخر الهدف بيتحقق، المكسب اللي هو انت مثلا في المجموعه بتاعتك عايز تطلع اول او تاني، الهدف بتاعك ان شاء الله يتحقق، انت كده وصلت اللي انت عايزه. عمر ما يرضي جماهير الاهلي، الاهلي ما يبقاش كويس ولا هيرضينا، لكن اللي بعد كده هو اللي لازم تجهز له كويس وتأهل فرقتك كويس. ففعلا في لعيبه في الاهلي لسه المستوى متذبذب شويه، يعني في لعيبه اكيد تقصد الناحيه الهجوميه. طبعا يعني حسين الشحات مثلا. حسين انا يعني بثق في حسين جدا ولعيب كبير. حسين لما بيبقى في مستواه الاهلي بيبقى ليه شكل تاني في الخط الامامي. طاهر لازم يبقى يعني اكتف على الجون اكتر من كده. انت جاي النادي الاهلي، بص يا هاني من الاخر
مش هتخش قلوب الجماهير الاهلي الا ما تكسب النادي الاهلي. اي لاعب هتجيب جون للنادي الاهلي هتلاقي نفسك دخلت قلوب الجماهير. محمد شريف دخل قلوب الاهلاويه بالاهداف اللي بيحرزها، رغم ان في مباريات كتيره محمد شريف ما بيبقاش موجود في الماتش لكن بيسجل، لكن بقى عنده رصيد بالظبط. ايوه، فعشان كده الناس اللي بتلعب الخط الامامي ما بقاش زي زمان انت بتلعب وينج بترفع بس، لا انتوا التلاته اللي فوق هم التلاته اللي لازم يجيبوا جوان. فعشان كده لازم يبقى الرصيد بتاعك من الاهداف عالي. حسين الشحات لو رجع لمستواه الاهلي هيبقى في الخط الامامي خطير جدا. طاهر لو اشتغل على الجون اكتر وبقى جماعي مع الفرقه طور نفسه شويه هيبقى مفيد اكتر واكتر الاهلي. فلا الاداء يعني مش حلو لكن الهدف او المطلوب بيتعمل. فاحنا يعني النادي الاهلي ما بيرضاش غير ان الفريق بتاعه يبقى كويس والنتيجه تبقى كويسه. يعني واحنا شفنا برضو يمكن الاهلي رغم النادي الاهلي في اجهاد والمستوى مش زي ما احنا شايفين بس الاهلي كمل في مجموعته. هنقول مثلا نادي الزمالك لما حصل دروب شويه اتاثر نادي الزمالك وخرج من المجموعه بتاعته. هسالك عن الزمالك لكن اقول ان موسيماني كان منح لعيبه الاهلي امبارح 8 ايام اجازه تبدا من النهارده، وده على سبيل انه يعني فك الضغط والاجهاد. هل تعتبر ده حلا للاجهاد اللي وصفته دلوقتي يا كابتن كشري؟ لا انا مش مع وجهه نظر. يعني انا ممكن يكون هو ليه اسلوب معين لكن الثمان ايام كتير كتير يعني يرجعوا يوم 27 على التدريب. المباراه اللي بعدها تبقى بعديها بحوالي 1 أو 2 أبريل تبقى لما هو مقرر مع الهلال. يعني ادي اللعيبه 8 ايام اجازه ومرنهم 3 ايام او 4 ايام. صعب طبعا. يعني وجهه نظري طبعا هو اضرب فرقته بس انا يعني شايف ان الثمان ايام كان ممكن يتجزأوا. كان ممكن ياخدوا 3 أو 4 ايام ويتمرنوا وياخدوا يعني يومين في يومين، لان اللعيب لما بيبعد عن الملعب فتره طويله بيرجع حتى حاسه الملعب مش موجوده حتى لو انت اشتغلت معاه بدني. ودي بتعمل يعني بتكتر الاصابات شويه. ايوه فده علم احنا درسناه. يمكن في حاجه جديده انا ما اعرفهاش لكن طبعا في سؤالين حلوين قوي جايين لي من صديقي محمد صبري العاصي وبعتهم لك يعني تحديدا بالاسم. رقم واحد هو كان اتقال كتير انه الكابتن كشري مرشح لمعاونه موسيماني او انه يكون ضمن الجهاز الفني، فاذا عرض عليك ده من ضمن الامور اللي تقبل العمل فيها انك تكون مساعد لموسيماني؟ بص انا هكلمك بكل امانه وكل صراحه، النادي الاهلي يعني ده بيتي. وانا بدين بالفضل للنادي الاهلي في في فيما وصلت ليه. فبالتالي لما بتيجي اللي بيتكلم معاك ناديك او نادي ليه فضل عليك وعمل لك اسمك فالامور بتختلف عن اي مكان تاني. تمام. انا شغال مثلا بقالي دلوقتي 15 16 سنه مدير فني. لكن لما يجي النادي الاهلي يطلبني في مكان زي ده مع النادي الاهلي حتى لو ده مش البوزيشن اللي انا شغال فيه لكن هخدم فيه النادي الاهلي فاكيد بالتالي انا يعني هرحب طبعا، لان النادي الاهلي نادي كبير واي حد يبقى متواجد في النادي الاهلي بيضيف له كتير فاكيد انا يعني هوافق عشان النادي الاهلي فقط. كان اسمك طرح فعلا، فهل حصل اي تواصل من اي نوع معاك في وقتها وقت ما اسمك طرح؟ لا للامانه كنت بسمع كتير يعني من الاعلام يعني لكن حد كلمني لا. انا على فكره علاقتي طيبه جدا جدا بـ 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 بالمسؤولين في النادي الاهلي واداره النادي الاهلي وطبعا يعني لا ما اخفيش عليك حقيقه يعني اللي اشتغل مع الكابتن محمود الخطيب لان ده يعني يمكن انا حبيت الكوره من صغري او شاهدت الكوره ايامه وكنت فعارف لما تشتغل كمان مع النجم الاول في مصر لا بتبقى ليها مختلفة يعني فطبعا شرف ليا وده نادية ومش هخفى عليك انا لما مسكت منتخب وانا صغير اسم النادي الاهلي هو اللي كبرني هو اللي خلاني اروح المنتخب ده وانا سالتهم هناك وقلت لهم انتوا اخترتوني ليه رغم ان كان في اسامي كبيرة من مصر بتدرب في الدوري الممتاز وما خدتوهاش قالوا لي لا عشان انت كنت في النادي الاهلي ممتاز فالاهلي ليه فضل عليا فبالتالي يا هاني انا قيمه مضاعفه لا طبعا يعني لكن انا ما حدش فاتحني للامانه يعني. السؤال الثاني بقى عن طاهر محمد طاهر هو سؤال فني ذكي جدا من وجهه نظري. هل طاهر محمد طاهر عنده مشكله في حاله اللاعب ضمن فريق بيعتمد على الاستحواذ طول الوقت بمعنى ان هو يليق اكتر على فريق الكره مش معاه؟ طاهر أو بمعنى آخر محتاج يطور الأداء الجماعي بتاعه؟ محتاج دي خلينا نكون واقعيين.
مش طاهر بس، يعني محمد شريف كمان. محمد شريف محتاج يطور دي. محمد شريف لو اشتغل مع الفرقه اكتر هيجيب جوان اكتر. لكن هم عندهم مميزات تانية. يعني طاهر عنده سرعات، لعيب جريء، بيضغط كويس جدا لما بيجي يشتغل عليه في المباريات الكبيره، ضاغط من قدام بيشتغل عليه كويس، لعيب مشاكس، محتاج ان هو يلعب جماعي شويه. هو عشان سريع بيفكر دايما ان هو يروح يجري على المرمى اكتر ما يلعب مع اللعيبه اللي جايه من تحت. أيوة. لكن طبعا اللعب في النادي الاهلي يطور اي حد هاني. وهو اعتقد برضو ان طاهر السنه الجايه لو مع النادي الاهلي هيتطور اكتر، لان انت بتلعب مع فرقه جماعيه وفرقه فيها عناصر مميزه جدا. لو اشتغل معاهم من الموسم الجاي لا يعني، وانا شايف ان هو لو وفق كمان في مباراتين في احراز الاهداف زي لعيبه تانية زي حسام حسن، لو جاب له جونين. أيوة. انا بقول حسام حسن من احسن المهاجمين في مصر. متفق. لو لعب ماتشين وجاب جونين هيبقى هو فرود مصر الاول. فيريرا منح لاعبي الزمالك غدا كيوم اجازه قبل العوده للتدريبات من جديد استعدادا لما هو قادم بعد التوقف الدولي، لكن ان ينهي الزمالك 5 جولات من دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا بدون اي انتصار وفقط ب3 تعادلات، فهو مهما كانت الظروف المحيطه مهما كانت فهو امر كارثي. كابتن كشري شايفها ازاي وصول الزمالك للنقطه الثالثه بعد 5 جولات وكان ودع من الجوله الرابعه اساسا؟ لا خلينا نقول الحقيقه ان مش ده مكان الزمالك الطبيعي. ونادي الزمالك نادي كبير ومن الانديه اللي بتنافس بقوه على 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 بطوله افريقيا. ان هو يخرج من مجموعه انا شايف ان هي مش صعبه. يمكن الزمالك حط نفسه في مشكله بخسارته بره ملعبه من الوداد، والضغط وجه المباراه الثانيه ما قدرش يكسب برضه، فانت يعني ما عرفتش حتى ترجع مع الفرق الثانيه، يعني ما عرفتش تكسب فرقه زي سرجادة اللي هي الفرقه متواضعه. مظبوط. ما عرفتش تكسبها في انجولا هناك. فما فرقه متواضعه. الوداد كسب سجرادة. يعني كان كسبان 1-0. انا اتفرجت على المباراه. فريق يعني متواضع، فريق بيلعب كوره، مش فريق غشيم، مش يعني الفرق دلوقتي الافريقيه حتى بيترو اتليكو بيلعبوا كوره. ما بيضربوش، ما فيش خشونه زايده. فالزمالك يعني انا شايف الزمالك اللي هو ضيع الفرص منه من البدايه. حتى فريق الوداد، مع احترام الفريق الوداد المغربي، مش بقوه الوداد السنين اللي فاتت. يعني كان الزمالك كان يقدر يتغلب عليه، حتى لو كان خسر المباراه اللي هناك كان يقدر يعوض هنا في القاهره. لسه الزمالك يعني لحد اخر وقت كان الفرص بتجيله ان يلا سجل يمكن ترجع للسباق، فهو لم يستغل ده جيدا. لا الزمالك انا شايف ان الزمالك انشغل بحاجات كبيره، يعني صح. اكبر من اللازم. صح. يعني عدم وجود طارق حامد في الفرقه، وارد ان طارق حامد ما يبقاش موجود. فبالتالي حسينا ان نص ملعب الزمالك تايه. مش موجود. طب طارق حامد ما دي كوره، افرض طارق لعب السنه دي ما لعبش السنه الجايه، افرض اتصاب. فحسيت ان الموضوع يعني ده لعيب، يعني في لعيبه ثانيه لازم تأدي الدور، وفي لعيبه ما استغلتش عدم وجود طارق حامد يعني. الامانه وفي مشكله كبيره نادي الزمالك، الناس بتبص له ان هو ضيع فرص. الزمالك ما بيضغطش على الفرق اللي قدامه نهائي. يعني انا بتفرج على الزمالك يعني بزعل جدا لما الاقيه بيلعب فرقه وسايب له نص الملعب ما فيش ضغط. طب انت النهارده بتلعب بثلاثه ونص ملعب، بدل اتحطيت في المكان ده لازم تضغط. فما كانش فيه ضغط، الناس الزمالك ما كانش بيضغط خالص في نص الملعب، ما فيش شراسه. الفرق الافريقيه هاني عشان تكسبها لازم تتعامل معاه بحاجتين. اول حاجه الكره المشتركه لازم تبقى ليك، لانك لو سبت له الكره المشتركه خد منك الجيم. نادي الزمالك كان سايبها في الماتشات اللي فاتت. كان بيحلق من نص الملعب، مش معنى ان انا متواجد تحت الكوره ان انا كده ليا دور. فطبعا دي انا شايف ان نادي الزمالك اتاثر بغياب طارق، واللعيبه اثروا على نفسهم بعدم وجوده، والكلام يعني كان عليه كتير. كتر. فيعني اتمنى ان نادي الزمالك يراجع، لان نادي الزمالك نادي كبير، وان شاء الله اللي جاي ان شاء الله يكون في مستواه، والزمالك باذن الله يعني يبقى افضل من كده. وبرده في نفس الوقت الراجل مدرب ما خدش وقته، لازم ياخد وقته شويه. واعتقد وبرده انا عايز اسالك، هو الراجل اداهم كام يوم اجازه عشان تسال تاني سؤال؟ يوم. يوم. طب الاهلي واخد 8. يعني والزمالك هيلعب تقريبا في نفس بعد برده التوقف. طيب مباراه يعني سجرادة. عشان كده انا يمكن قلت لك، فيعني يمكن تكون بقى مدرسه لكل مدرسه. وان كانت لجنه التخطيط طول الوقت متضايقه من القصه بتاعت موسيماني والاجازات اللي بيديها اللعيبه. موسيماني بالمناسبه سافر الى جنوب افريقيا النهارده،
وبمناسبه يعني من لفته طيبه، اداره النادي الاهلي او الكابتن سعد الحفيظ وكابتن خالد بيبو راحوا النهارده لزياره واسره زياد حارس مرمى الاهلي المرحوم رحمه الله عليه، ومن اجل يعني مواساه العائله، وحصل كمان اتصال هاتفي من الكابتن الخطيب بيهم. ربنا يا رب يرحم زياد ايهاب ويصبر اهله، وخالص العزاء كمان لاسره موري بنجوره لاعب الغيني لاعب بيلا اللي النهارده انتقل الى رحمه الله، ربنا يا رب يرحمه. كنا تابعنا مشكلته من ايام، وبعد محاولات عديده لانقاذه توفي، فخالص العزاء لكل اسرته. اخيرا بنتائج اليوم في دوري ابطال افريقيا اللي انتهت جولته الخامسه، بقى شكل المجموعات كالتالي: سان داونز كسبوا الهلال بنتيجه 4-2 وبناء عليها ضمنوا التاهل كمتصدرين، والان الاهلي والهلال يتنافسان على التاهل الى الدور المقبل برفقه سان داونز، لان المريخ عنده الماتش اللي جاي مع سان داونز، فالاهلي والهلال مواجهه مرتقبه. طبعا طبعا الاهلي يكفي فيها التعادل ان شاء الله. الاهلي ان شاء الله باذن الله يعني يقدر يحسم المباراه دي. الاهلي اقوى واتقل، يمكن احنا قلنا المباراه اللي فاتت دي الاهلي ما كانش في المستوى، لكن اعتقد ان لازم اللعيبه تاخد الماتش ده بجديه. وبرده عايز اقول حاجه برده، يعني الاهلي مع موسيماني برده لحد النهارده الراجل يعني بيحصد معاه بطولات وماشي كويس، لان انا شايف الفتره اللي فاتت كلام كتير على موسيماني، لكن الراجل خد بطولات مع النادي الاهلي وبيحقق المطلوب وبينافس كل البطولات. ف يعني شايف ان هي دي برضو دي قصه بصراحه موسيماني، يعني بصراحة النتائج جيده جدا لكن الاداء مش دايما جيد جدا، فانت بتبقى ما بين انه انا خايف ما تمشيش معايا قبل في وقت لاحق، لكن في نفس الوقت النتائج كويسه فمستحيل يمشي. بس هاني انا هكلمك بكل امانه، بيدير المباريات الكبيره حلوه قوي، لكن في مباريات تانية بتلاقي الاهلي مش الطرف او اللي بيقدم اللي منتظر منه. بس الراجل ده خد بطولات كتيره مع الاهلي 100% وحقق واستمراره كان منطقيا يعني جدا. يعني انا بشوف ان في تعامل عليه اكتر، يعني مثلا كارتيرون مع الزمالك ما حدش كان بيجيب سيرته، رغم ان كارتيرون ما خدش بطولات كتير مع الزمالك، ده اللي خد بطولات موسيماني وكان بحس ان الهجوم عليه اكتر، رغم ان كارتيرون ما في الزمالك ما بيرضاش برضه غير بالبطوله. فبالتالي لا يعني الناس لازم برضه تقضى على الراجل، الراجل بيحقق المطلوب، وانا شايف ان النادي الاهلي في ظل الظروف اللي هو فيه ده لا الاهلي يعني ماشي كويس جدا عشان الاجهاد اللي بيصادف لعيبته. المجموعه الثانيه كان الرجاء تصدرها بعد امبارح كسب امازولو خارج الارض ب 12 نقطه، الرجاء من 5 مواجهات يليه وفاق سطيف اللي في المركز الثاني بتسع نقاط، وتاهل امازولو وحوريه والدعاء. المجموعه الثالثه الترجي التونسي هو متصدر هذه المجموعه بنفس رصيد شباب بلوزداد وتاهلا تحت خالص النجم الساحلي وجوانينج جالاكسي. اما اخيرا مجموعه الزمالك فالوداد تاهل عنها ورفقه بيترو اتلتيكو، والجوله المقبله تحدد المتصدر، اما الزمالك وسجرادا فوالدعاء بثلاث نقاط ونقطه واحده. كابتن احمد عبد المنعم كشري نجم مصر السابق نورتني شرفتني ومبسوط انك كنت معايا حبيبي، يعني انا اللي كنت سعيد ان انا معاك جدا. اشكرك اشكرك شكرا لحضراتكم نورتونا. وبكره ان شاء الله الساعه 10 الكلاسيكو المنتظر ما بين ريال مدريد وبرشلونه، ودي هتكون قمه بيغيب عنها بنزيما وتشافي جاي فيها بعد التاهل على حساب جلاتا سراي الى الدور المقبل من دوري الاوروبي، لكن الفارق 15 نقطه لصالح اصحاب الارض الميرينجي في مواجهه البلوجرانا، فان شاء الله مشاهده ممتعه. والساعه 11 نبدا حلقتنا، فتحيات كل فريق العمل في الماتش وتحياتي يعني هتحوت، الى اللقاء.